بعد التقرير اللي شاهدناه نرمين وتعرفنا عليه عن حساسية الأسنان، تعرفنا فيه عن حساسية الأسنان، معنا باستوديو صباحنا غير الدكتور صخر جاويش، اختصاصي أخصائي بأمراض الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، رمضان كريم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني نحن المتعودين عليه بموضوع حساسية الأسنان، شربنا شيء ساخن بعده بارد بنحس بألم أو وخز معين. خلينا نتعرف من حضرتك علميا شو هو حساسية الأسنان، وهل ممكن طبيعة السن تكون أنه بتسبب هاي الحساسية؟ هلا حساسية الأسنان هي فيزيولوجيا في نهايات عصبية فتنقل الألم. طبعا في أسباب له لهيدا الشيء، أسباب مثلا العلاج المفرط للأسنان، في أسباب اللي هي التبيض، في أسباب تصدع الأسنان، الصرير الليلي، انحسار اللسة يعني تراجع، هاي كل عوامل يعني هي اللي بتسبب حساسية الأسنان. طبعا تختلف من شخص لشخص، والألم يعني بالمراحل اللي كتير كبيرة بيجي حاد وألم حاد. نعم، يعني مثل ما ذكرت دكتور الآلام بتجي حادة، ولكن خلينا هيك نحكي بشكل مبسط، وكثير من الأشخاص يمكن نحن من نونو ويمكن كلنا جربنا طبيب الأسنان المنزلي، ف يعني في عالم بتتأثر وفي عالم لا، فبيجوا لعندك في عالم، يعني شو سبب مثلا في عالم لستها هيك شوي بيكون عنده ضعف أكثر من غير عالم نتيجة التبييض المنزلي؟ بنحط مواد بالبيت مع القالب. هلا التبييض المنزلي او تبييض العياده في له بروتوكولات معينه، يعني تمام. انت ما بتبيض من دون استشاره الطبيب، لانه ممكن يكون في عندك نخور بده معالجه، نعم. ممكن يكون في عندك تراجع بالمينا او شفوفيه، نعم. عاليه، فهي كلياتها بتعمل حساسيه للاسنان. هلا ممكن خلال التبييض في حساسيه، لكن الاستخدام المفرط للتبييض الاسنان، تبييض الاسنان مواد التبييض ممكن تسبب حساسيه. يعني حكينا عن اسباب عديده لحساسيه الاسنان، في بعض الاشخاص بيحطوا حشوات باسنانهم بعدها بيعانوا من حساسيه، شو السبب بيكون؟ هلا بيكون السبب المواد المستخدمه بطب الاسنان، طريقه تطبيقها، ممكن المينا بتكون كتير حساسة، بتكون فيها شفوفية عالية فبتنقل الألم. نعم، يعني عدة أسباب يمكن للحساسية، حساسية الأسنان. وخلينا أيضا نحكي عن الأطفال، نتجه شوي للأطفال يلي بيبدلوا أسنانهم بصير عندهم أيضا حساسية بالأسنان بس يتم تبديلها. كمان قديش الصغار يمكن الولاده معقول او في عوامل ثانيه وراثيه، خلينا نحكي عنها. هلا وراثيه بموضوع الحساسيه ما في شيء واضح، لكن الاطفال بعمر الاطباق المخطط انه اسنان لبنيه اللي يتبدلوا لدائم، تماما احتمال البرعم السني اللي بتشكل خلال فتره الاطباق المختلط بتعتمد على غذائه. ايه تعتمد على غذائه. فالغذاء شيء اساسي، تماما. وكمان مراقبه الاهل. اها تمام، مراقبه الاهل شيء اساسي لمراحل تطور الاسنان للاطفال، تماما، تحديدا بعمر 7 لـ8 سنوات. خلينا نحكي كمان عن موضوع درجه حساسيه الاسنان، هل هي بتتفاوت؟ وايمتى بنقول انه هون صار المؤشر خطر لازم نروح عند دكتور اسنان ونعرف شو السبب الحقيقي؟ هلا في تفاوت بالحساسيه بين كل مريض ومريض، لكن يفضل لدرجه الالم الشديد ممكن؟ يفضل انه المريض السني بيعمل فحص دوري عند طبيب الاسنان ولو مراقبه كل 6 شهور، كل سنه، اطمئنان، مثلا نظافه، طبقه القلح، احتمال بيصير عنده تراجع باللثه، طريقه التفريش، يعني الفحص الدوري طبيب الأسنان كتير شيء مهم. أكيد ضروري يعني فحص بشكل دوري وزيارة الطبيب وخاصة الأسنان، يعني ما حدا بيتحمل وجع الأسنان إن شاء الله ما بيصيب حدا. خلينا ناخذ من حضرتك دكتور نصائح أخيرة لكل اللي عم بيتابعنا اليوم وبما يخص أيضا حساسية الأسنان، تفضل.
هلا هو يفضل اذا مريض بيعاني من حساسيه مفرطه او حساسيه يعني بدرجات بسيطه يفضل يراجع طبيب الاسنان لحتى بيشوف الاسباب المعينه، اسباب اللي اسباب اللي لها علاقه بالحساسيه. نعم. بيعالجها كمان طريقه التفريش. معجين الاسنان تكون ضروريه لانه الاسماء التجاريه كثيره، ولكن في يعني في ماده الاساسيه اللي هي بمعجون الاسنان هي الفلوريد وفلوريد الصوديوم، هي اساسيه الاساسيه لتزيل اعراض الحساسيه. نعم. كمان طريقه التفريش، نوعيه الاكل. نعم. شيء ضروري، الحامض البارد، كمان الخيط السني. لا في كثير مرضى ما بيستخدموا، يعني 90% من المرضى ما بيستخدموا الخيط السني. كمان طريقه التفريش. يعني شيء هدول النصائح لا اكيد مثل ما ذكرت حضرتك. ونرمين يعني دائما فرشايه اسنان لازم ما تفارقنا، بس احيانا شوي متكسلن بس ما صرت تفارقنا. مزبوط صحيح. يعني بهي المعلومات اللي قدمتها بدنا نشكرك الدكتور صخر جاويش اختصاصي في امراض الاسنان، شكرا كثير لك. شكرا، اهلا وسهلا فيك.